أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. في هذه الحلقة نتحدث كما قلنا في حلقات سابقة، نتحدث عن دور جمعيات المجتمع المدني، كذلك نتحدث عن العمل التطوعي، عن العمل التطوعي في بعض الشباب وهبوا أنفسهم، أو في بعض الشباب الآن يعملون في مجال العمل الخيري والعمل الاجتماعي، وصراحة في هذا المجال كثير منهم أبدعوا في هذا المجال. ومن ضمن هؤلاء الشباب لدينا شباب في جمهورية مصر العربية يمثلهم، أو من ضمنهم الشيخ هارون جنية أبو تيس. هذا الشخص الآن يعمل في مجال الاجتماعي وفي مجال الإنساني وفي المجال الخيري والمجال الديني. هو الآن مفوض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، يعني المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد عينه ممثلا له في جمهورية مصر العربية، ومنذ تعيينه في هذا المقام أو في هذا المنصب قام بعمل كبير جدا، دورات تدريبية للأئمة لم يسبق لها مثيل، مشاركة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في المؤتمرات التي تعقد في القاهرة في العاصمة المصرية، وكذلك إرسال كتب، مصاحف وكتب دراسية للمؤسسات الدينية هنا في تشاد، والآن ما زال يستمر في هذا المجال وقدم الكثير من الخيرات، وكذلك حفر آبار للمساكين في تشاد. هذا عمل جليل يقوم به وما زال مواصلا. وفي الآونة الأخيرة أيضا أين ممثل لمكتب مؤسسة القلب الكبير في جمهورية مصر العربية، وفي هذا المجال وفي هذا الإطار أيضا قام بقافلة طبية كبيرة استفاد منها آلاف من المرضى في مدينة أبشة في السنة الماضية، وحتى الآن ما زال مواصل في هذا الطريق، وعن قريب إن شاء الله ستأتي قافلة طبية كبيرة أيضا في هذا المجال بمشاركة كثير من الدكاترة أو الأطباء الذين يبعثهم شيخ الأزهر. سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو لما زارت جمهورية مصر العربية أيضا كان برفقتها في زيارة مشيخة الأزهر، وفي طلبات قدمت لشيخ الأزهر، وهو ممثل مؤسسة القلب الكبير ما زال يتابع مع شيخ الأزهر، نسأله عن تلك الطلبات التي قدمت لشيخ الأزهر وما الذي نفذ منها وما الذي سينفذ في المستقبل. في الطرف الآخر لدينا رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن أحمد بشير أحمد، أيضا إذا كنتم تشاهدون تلفزيون تشاد لقد رأيتموه في كثير من الفعاليات وفي كثير من الأنشطة، وهو الآن لديه دور بارز في هذا المجال، في مجالات الجمعيات المجتمع المدني. هو أيضا الضيف الثاني في هذه الحلقة، نتحدث معه حول اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن، الهدف من هذا الاتحاد والأهداف التي نفذوها في الآونة الماضية أو في السابق، وماذا بجؤبتهم ينفذوه في المستقبل. نتحدث عنه ونتحدث عن دور جمعيات المجتمع المدني بصفة عامة. دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، كما قلت الشيخ هارون جني أبو تيس مفوض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكذلك ممثل مؤسسة القلب الكبير بجمهورية مصر العربية. الشيخ هارون أهلا وسهلا بك في برنامج قضية. أهلا وسهلا بك سعادة الشيخ الدكتور علي. كذلك دعوني أن أرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، هو الأستاذ أحمد بشير أحمد رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك في برنامج قضية الحوار. أهلا وسهلا يا مرحبا. أستاذ هارون، بداية خلينا نبدأ بصفتك ممثل مؤسسة القلب الكبير في جمهورية مصر العربية، تحدثنا بداية عن أسباب تعيينك في هذا المنصب وهو ممثل مؤسسة القلب الكبير بجمهورية مصر العربية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نتقدم جزيل الشكر لقناتنا المفضلة التلفزيون التشادي، وكذلك للبرنامج برنامج قضية للحوار الذي شهد له الجميع بمناقشة القضايا وعلى رأسه الدكتور علي فاضل، وكذلك الفريق المعاه المعاون لهذا الحدث العظيم. بداية يعني لي الشرف العظيم أنني كنت يعني في هذا الركب، في هذه السفينة التي شهد لها كل الشعب التشادي، وهي سفينة مؤسسة القلب الكبير. الإنسان لما يكون في شغل مشرف لا يخجل أنه يقول أنا فيه، لا أنا لي الشرف
كنت في هذا الركب الذي وفر الكثير للشعب التشادي. وسألت كيف هذا تم، ففعلا أنا لم أطلب هذا، ولكن الحمد لله بدأت في عمل خدمة الشعب التشادي، وخصوصا في مجال الإنساني وهو مجال الطب. فقمت بقوافل طبية قبل ذلك، ولكن جاء الحدث وجاءت البشارة بتكملة التواصل مع مؤسسة القلب الكبير وعلى رأسها سيدة البلاد الأولى صاحبة القلب الكبير السيدة هند ديبي إتنو. فلذلك يعني بدأت معهم في البداية، وكانت لي لمسة في القافلة الطبية التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير مع التعاون مع الأزهر الشريف. كنت سببا كبيرا، وكنت يعني تقدمت في هذا المجال، ومن ذاك اليوم كنا في تواصل مع مؤسسة القلب الكبير التي يعني شهد لها الجميع بكل الخير. ولذلك في هذه المؤسسة كان فيها استفادة كبيرة، استفاد منها الشعب التشادي. فمن هذه الانطلاقة من حسن الحظ حصل للتواصل معهم والتعارف معهم، حتى زرنا سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في القصر الرئاسي، وتقابلنا معها وسلمت عليها أخيرا. ومع ذلك هي شجعتني، قالت لي أنا أريد شباب مثل هذا. هذه الكلمة التي خلتني أنا أشارك في هذه المؤسسة العظيمة. فقالت لي أنا أريد الشباب المثلك في الخارج يشتغلوا ويرجعوا لبلادهم ويقدموا للمسكين وللفقير وللضعيف. ولذلك أنا صريت أن أكون معهم، فكان التواصل. فمن حسن الحظ جاء بفضل الله تعالى وبجهود الرجال المؤسسة القلب الكبير من أطباء ومن إداريين وعلى رأسهم الأمينة العامة وغيرها، فقدموا اسمي لسيدة البلاد الأولى، وافقوا على هذا أن أكون مندوبهم في مصر. فلذلك أنا متشرف جدا، والآن نحن في خطوط كبيرة، وكانت زيارتها كانت زيارة مشرفة جدا. هي حببتني أكثر، الشعب المصري والمؤسسات اللي زارتها كانت فرحانة بها جدا. الكل بيقول بيسأل عنها وحكمتها وطلبها الواضح لمساعدة الشعب التشادي. فلذلك هم يعني بيسألوني عنها، ما هي وأول امرأة يعني زوجة رئيس أفريقي تجي وتطلب مطالب واضحة، من ضمنها هندخل فيها بعد قليل إن شاء الله. تمام. أسباب التعيين كون هي شافتك كون إنسان بتتحرك في المجال الإنساني، ورافقت المهرجان أو رافقت الفريق الطبي الذي جاء لمعالجة المرضى في مدينة أبشة السنة الماضية، فذلك أعجبت بهذا العمل الإنساني، ومن ثم كان بداية لتعيينك في كممثل لمؤسسة القلب الكبير في جمهورية مصر العربية. كلام جميل جدا. أستاذ أحمد، نرجع لك في سنة الحديد. أستاذ أحمد، بالنسبة لاتحادكم في البداية، حدثنا عن الاتحاد، تكوين الاتحاد وأعضاء، من هم أعضاء الاتحاد في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نحمد الله على هذه الفرصة التي أتيحت لي في قضية الحوار. قبل كل شيء نشكر التلفزيون الوطني من أعضائه والزملاء الفريق في الهندسة وفي الصوت والفنيين والإداريين، ونشكر السيد الدكتور علي فاضل قدركيه الذي يعتبر رجل نموذج، وجاب لنا قضية للحوار. والقضية هي صحيح فعلا دائما تحل لنا مشاكلنا، في دائما تحل المشاكل بالحل السلمي. لذا أشكرهم، لي الشرف أن أكون ضيف الحلقة. في حقيقة اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن، الهدف الأساسي لاتحاد الجمعيات الوطنية هو خدمة المجتمع التشادي بكل أطيافه وانتماءاته، حيث نقوم بمساعدة المحتاجين وتقديم يد العون للجميع. والجانب الأهم هو توعية الشباب والقيام بأنشطة ثقافية توعوية إنسانية اجتماعية. والدور الأهم هو دور المرأة في المجتمع التشادي وإرساء ثقافة السلام بين الجميع، لا شمالي ولا جنوبي ولا مسيحي ولا مسلم، كلنا أمة واحدة تشادية. لذا أنشئ الاتحاد، وهذا من ضمن أهداف الاتحاد. نعم.
يعني من أهدافكم كونه إرساء ثقافة السلام بين أوساط الشعب التشادي. نعم. تمام. دي كلها الأهداف اللي أنت ذكرتها دي أهداف نبيلة جدا. هل الأهداف اللي أنت ذكرتها دي منها حققت أي هدف حتى هذه اللحظة؟ نعم. قمنا بتنظيم ندوات تدريبية للشباب، وقمنا بدورات تدريبية كدورة في القيادة، دورات تدريبية. ونظمتوا مؤتمر ولا ما نظمتوا؟ نظمنا عدة مؤتمرات في العاصمة جميعا. نعم. تمام. نظمنا عدة ندوات، ومن ضمن الندوات نظمنا دورة في ترسيخ وقيم المسؤولية، كان حضرت فيها في هنا في 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 العاصمة الجميلة. في العاصمة الجميلة في بيت المرأة. تمام جميل. ال- 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 الأنشطة اللي أنتم بتقوموا بها هسه حاليا في العاصمة الجميلة دي، هل عندكم أفرع في الأقاليم مثلا؟ بتمشوا الأقاليم ذاتها بتتعاملوا نفس النشاطات، ولا نشاطكم كله مقتصر في العاصمة الجميلة بس؟ طيب، لدينا في العاصمة الجميلة أكثر من الدوائر العشرة. في أي دائرة عندنا فرع؟ في أي دائرة؟ في أي دائرة من الدوائر العشرة دي؟ من الدوائر العشرة. وعندنا فروع في المناطق، في الأقاليم، في الولايات، كمدينة بوسو وكمدينة أبشة وكمدينة كولاية مانغو، عندنا أكثر من عدة فروع. كلام جميل. الشيخ هارون، بالنسبة لك ممثل مؤسسة القلب الكبير، خلينا المجلس هنجلي بعد ده. بالنسبة لمؤسسة القلب الكبير، لما زار السيد البلاد الأولى الجمهورية مصر العربية وزارت المشيخة، أنت كنت برفقة الفريق الزائر للمشيخة، حدثنا في زرتم الشيخ والطلبات اللي قدمتها للشيخ، أو الطلبات اللي قدمتها سيدة البلاد الأولى للشيخ في تلك اللحظة أنت كنت معهم. سؤال جميل جدا، وهو الحدث فعلا. سيدة البلاد الأولى زارت مصر بمناسبة يعني في مؤتمر السيدات الأول، بدعوة خاصة من سيدة البلاد الأولى بدولة مصر السيدة انتصار السيسي. وكان من حسن الحظ يعني جهزنا هذه الزيارة لشيخ الأزهر منذ زمان حتى هي وصلت، فتمت بفضل الله سبحانه وتعالى. زارت مشيخة الأزهر، وتعرف شيخ الأزهر هو بمثابة رئيس الوزراء في مقامه يعني، فلذلك زيارته كانت يعني فخر لنا نحن كتشاديين أن سيدة البلاد الأولى زارت مشيخة الأزهر وجلست مع شيخ الأزهر. هذا فإنما يدل على عظمة هذه المرأة صاحبة القلب الكبير، سيدة البلاد الأولى هند ديبي أتنو. ولذلك لما دخلنا المكتب فشيخ الأزهر انبهر جدا. لماذا؟ لا، وجدتها بتتكلم اللغة العربية. فبقول لنا يعني هو في نفس المكان، بقول سيدة البلاد الأولى يعني سيدات أولى كثير جن عندها، ولكن ما لقي سيدة البلاد أولى تتكلم باللغة العربية، ففرحة جدا. فلذلك يعني زارت المشيخة وجلست مع شيخ الأزهر اجتماع رسمي حتى نشر في جميع الوسائل الإعلام من تلفزيونات وصحف وجرائد، فطلبت منه حاجات معينة. يعني لما تدخل المشيخة أو شيخ الأزهر تعين شيئا، فعينت يعني ما يحتاجه الشعب التشادي من غير أي وصية يعني. فالحمد لله طلبت من شيخ الأزهر عدة أشياء، من ضمنها صاحبة القلب الكبير لما طلبت بتطلب الشيء اللي بينفع الشعب التشادي. فطلبت من شيخ الأزهر أن تستمر القوافل الطبية. شوف يعني عظمة الإنسان تتمثل في طلباته. لو هي طلبت حاجات شخصية، حاجات بسيطة تحس يعني شيء بسيط، لكن تطلب بقدر ما هي في مكانتها يعني في مكانتها في الدولة، تأثيرها في الوسط التشادي. لذلك طلبت من شيخ الأزهر أن تكون القوافل الطبية في كل ثلاث شهور قافلة. فشيء جدا شيخ الأزهر فرح بها، قال أنا هو ده أنا عايزه، داير الكلام ده. ثم الطلبة الثانية طلبت منح دراسية. فالمنح الدراسية طلبت 11 منحة في المجال العلمي، فالشيخ الأزهر وافق بأن بدل ما نحن نودي قوافل طبية كل وقت، خلينا نؤسس عبر هذه المؤسسة نؤسس أطباء عشان هم يقومون في المستقبل بالقوافل الطبية. ولذلك يعني فرح كذلك بهذا الطلب شيخ الأزهر. ثم فكرت وطلبت يعني إيجاد كتب مدرسية، كذلك ما نسيت أبنائها في القرآن يعني في المعاهد القلاوة القرآنية، طلبت لهم مصاحف. فجاءت موافقة الشيخ
بما تريدونه من الكتب وما تريدونه من المصاحف اعتبروه جاهزا، فنحن بدأنا الآن ونتابع في هذا المجال. كذلك طلبت من شيخ الأزهر، يعني فكرت في أهلها، في شعبها، في القرى، في البوادي، في العطش، يعني شوف النقطة الثالثة من الطب ثم التعليم ثم الماء، وده شيء مهم جدا. نحن هم ذات تأثروا بهذه الطلبات، يعني طلبت منهم آبار، فوافق لها شيخ الأزهر ب15 بير تحفر في داخل تشاد للشعب التشادي. كذلك طلبت من شيخ الأزهر تدريب الأطباء التشاديين نفسهم، سواء في جميع المستشفيات يمشوا بشكل دفع زي ما كنا بندرب الأئمة، حتى الأطباء يتدربون عشان حتى لو جاءت قافلة يعرفون يتجاوبون مع المصريين ومع نجاح القافلات. فطلبت طلبات كثيرة، ده أقل شيء فيها، وهن ده لو إنت لخصهم لنفسهم يعتبر هذا الطلب لا يطلبه إلا ذو مقامة. صحيح. وسيدة البلاد الأولى، يعني ما قدمته في تشاد أنا لا أتحدث عنه، بتحدث ما جاءت به في مصر، فطلباتها كانت ممتازة جدا. تمام. ووافق عليها شيخ الأزهر، والشعب التشادي هناك والجالي والطلاب فرحنا بهذا اللقاء. تمام. الطلبات اللي قدمتها لشيخ الأزهر وإنت كنت معاها، وإسا من الطلبات دي تعدد كونه دوروا قوافل طبية ودوروا أيضا المنح دراسية للطلبة وآبار ودوروا الأشادي، انت حتى الان متابع امام شنو نفذوه، شنو اللي ممكن تنفيذه في المستقبل من الطلبات دي؟ هي البشاره الساره، يعني وممكن هي تكون عند رئاسه المؤسسه هنا، هي كمان عندها معلومات من ذلك. عن قريب في خلال هذا الشهر تكون قافله طبيه مع الازهر بالتعاون مع مؤسسه القلب الكبير في بلتن. فدي بشاره كبيره، قافله زي ما كانت القافله زمان في ابشه، هم الان يستعدون، ممكن خلال الأسبوع القادم تكون هنا، ما حددوا، هم يعرفون. فده من إنجازاته. وكذلك من الحاجات اللي قلنا عليها حاليا بالنسبة للآبار، نحن في دراسة كيف أين تقع الآبار، أين الاحتياج للآبار. بالنسبة للطلاب، يعني تواصلوا هم مع جهات التعليم عشان نحن نختار 11 شخص صالحين ولهم الدرجة كيف يتوصلون إلى طب الأزهر. لما تكون طبيب في الأزهر ده شيء كبير جدا. تدريب الأطباء كذلك في نحن في دراسته الآن، هم يدرسون وأنا معهم نفكر مع بعض وننفذ وأنا أتابع. ففي حاجات كثيرة تكلمت عنها بالنسبة للدواء، وكذلك في الوصل، في حاجات وصلت موجودة نفذت وفي حاجات لم تنفذ، ومع ذلك هي بتطالب دائما ومتابعة دائما معنا، والمكتب معي دائما بيتصلوا ماذا حصل وفيه اهتمام. فأنا فعلا تعاملت مع مؤسسات كثيرة عبر المجال الإنساني داخل دولة تشاد، ولكن وجدت اهتمامهم بالإنسان، مؤسسة القلب الكبير اهتمامها بالإنسان، اهتمام في مكانه، ويسهرون الليل والنهار وتنفيذا لتخطيط سيدة البلاد الأولى صاحبة القلب الكبير هند ديبي إتنو. ونحن كذلك في المسير نسير مع أي حد يعمل لدولة الشعب التشادي في مجال الإنسانية، نحن معه. تمام. الأشياء الطلبات من شغل أسرة بتقول هسه حاليا من ضمنها كونه قافلة جاية ماشي بلتنج عشان الناس المرضى يستفيدوا منها في مدينة بلتنج، كلام جميل. طلبت كتب من شيخ الأزهر وطلبت مصاحف أيضا من شيخ الأزهر، وأنا شفتك أنت في القاهرة متابع معهم الطلبات دي، أنت شايف الطلبات دي يمكن تنفيذها كلها ولا في بعض منها ممكن يمكن تنفيذها في المدى البعيد؟ والله أصدقك القول، يعني والله ذي قسم. لذلك أنا يوم الخميس الماضي كنت في القاهرة ودخلت لشيخ الأزهر، لديه طاولة بجلس فيها، هم مش شافوها، الطلبات الوحيدة الموجودة المنسوقة في طاولة الشيخ الأزهر هي طلبات سيدة البلاد الأولى. في طلبات كثيرة، هو الشيخ الأزهر أنت عارف الدول كلها معاه، والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، شيف المدارس، شيف المبعوثين، ده كله موجود، ولكن اهتمامه بطلبات سيدة البلاد الأولى أمامه في الطاولة. وكل يوم أسألني ماذا نفذتم يا هارون، ما هو في إدارة، بيأمر الإدارة، وافق في كل ما طلبت. والآن كله أدخلنا الكتب، الموافقة للكتب هتطبع، أدخلنا الكتب، المصاحف تكون جاهزة، القافلة الطبية هتوصل، في حاجات بعض منها وصل، كل هم كيف يعني هو متابع بشكل
رسمي وباهتمام باهتمام لتنفيذ طلبات سيدة البلاد الأولى. كلام جميل جدا. وذلك يعني مش لنا نحن التشاديين عموما في مصر فرحنا بذلك، وخصوصا السفارة وكل من لديه يعني صلة بذلك هو مهتم بتنفيذ هذا الأمر. تمام أستاذ أحمد، بالنسبة لك كونوا اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن، قلت من أهدافكم كونوا إرساء دائما ثقافة التعايش السلمي أو السلام، هو ده بس هدفكم الوحيد من تأسيس الجمعية ولا عندكم أهداف تانية تدايرينها تسووها في المستقبل أو تعملوها في المستقبل؟ خلينا باللغة الدارجية. نعم عندنا أهداف تانية، لدينا أهداف، لدينا خطة طويلة المدى. تمام. وبعض الأهداف نفذناها والبعض لم تنفذ حاليا، وقمنا بإنشاء مدارس نموذجية في البادية، أكثر من عدة مدارس لأن في الرحل في البدو، وقمنا بندوات، قمنا بتنظيم عدة ندوات ثقافية توعوية للشباب، من ضمنها الندوة الكبرى التي حضرت أنت فيها، وقمنا بإعداد وتدريب بعض الشباب في المجالات المختلفة. جميل. وبالتالي قمنا تقريبا بإعطاء منحة أرض لشركة جيازة الصناعية، شركة جيازات السودانية دعم طوطوها قطعة أرض. نعم نعم. الهدف منها شنو؟ الهدف من هي شركة جيازة الصناعية هي شركة كبرى، وبالتالي شركة تعتبر شركة نموذجية، شركة عالمية. نشكر الحكومة والدولة على جلب هذه الشركة لمواطني تشاد. هذه الشركة ممكن تقيم أكثر من 44 أو 46 صناعة. بالتالي مثلاً جياد للحذاء، جياد للتركتر، جياد للعربات، جياد للهندا، جياد للتاكسي، جياد على إلى ما لا نهاية. نعم. نحن قمنا شركة جياد مثلاً، إذا كان شركة جياد واستقرت في جياد مثلاً تشيل 1000 شخص أو 800 شخص أو 700 شخص، لذا تخفض لنا نسبة البطالة في جياد للشباب. وقامت الحكومة بمنح أرض لشركة جياد، وفكرنا في العزمة الحالية، الحكومة لديها عزمة اقتصادية ولازم أن نقف مع الحكومة، يمكن الأرض للحكومة تشتريها من مكان، لذا فكرنا أن نقف جنبا إلى جنب، وحتى لا نترك كل عباء الدولة على الدولة، فأبد أنفسنا أن نساهم في التنمية والتطوير والاستقرار. والكلام ده حصل كان أثناء ما كان شركة جياز سود معرض في العاصمة من جمينا. القطعة مقدارها شنو؟ قطعة مساحتها؟ القطعة تساوي 6 هكتار، تقدر بالفدان تكون 15 فدان. لا 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 الهدف الأساسي من إعطاكم لشركة جياد الأرض كونه أنتوا عايزين تدعموا الدولة بس عشان الدولة تجيب استثمار وتخفف من البطالة اللي موجودة في البلد. تمام. كيف كان شعور الشركة لما أدتهم القطع الأرضية؟ طيب كان حضر معنا جعفر عبد الحكيم تقريبا رئيس مجموعة جيادة الصناعية، ومعنا نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن، ومعنا معالي السفير عبد العزيز الحسن والنائب عبد الحفيظ العوض حاليا سفير في رومانيا. بصراحة كان فرحوا وسرورين جدا بهذه المبادرة. كلام جميل. وهذه تعتبر هدية نموذجية لشركة جيادة الصناعية. الاتحاد انت ذكرته، قلت اتحاد الجمعيات الوطنية من اجل الوحدة والتضامن، بمعنى ما الاتحاد ما وحدة، هو اتحاد ضم جمعيات من اجل الوحدة والتضامن، ده الهدف. اتحاد الجمعيات يا هي الجمعيات المنضمة معاكم انتوا كبر ولا كبرتوا بها الكوم بس؟ لا لدينا اكثر من 46 جمعية. حاليا يمكن 60 جمعية انضموا معنا. وهي اتحاد الجمعيات التي تخدم من اجل الوطن وارساء ثقافة السلام والامن. لدينا مصب واحد واهدافنا واحدة، لذا اجتمعنا. دائما الوحدة هي من الأولويات. تمام. تمام. يعني احنا الشيء اللي كلام ما يقول المصريين، الشيء اللي شغل دماغنا دائما، اي واحد بيطلع في التلفزيون بيقول انت جمعية بتضم جمعيات، والبطلة بيقول انت اتحاد بتضم جمعيات. الجمعيات التشادية كان ما عرفناها بتضم هياته. بالنسبة لعلاقاتكم شنو بالجمعيات الثانية ما منضمة معكم؟ طيب لدينا علاقة واسعة، علاقة أخوة، علاقة ود،
وبيننا في احترام، والحمد لله كمجتمع مدني لازم احنا عندنا استشاره، عندنا دائما كندوات، عندنا بعض الاستشاره دائما قاعدين سوا. تمام. تمام. بالنسبه للاعمال اللي بتقوموا بها، ده اكيد متطلب منكم كونوا مبالغ ماليه عشان تنفذوا بها مشاريعكم، سواء الدورات التدريبيه، سواء المهرجانات، السيمينارات، دي كلها محتاجه ماده. مين اللي بيمول الاتحاد؟ والله الحمد لله الاتحاد ده ما عنده تمويل. الشعب التشادي ما عنده ثقافه العطاء. واحنا هي اصلا نقول مين جوبنا بس نعمله. ما في يمكن اعطاك شخص مثلا، قدمنا اكثر عده مؤسسات، قدمنا المنظمات، لكن ما في عطاء. وما في يمكن شخص كده ولا مثلا مؤسسه ولا جمعيه كبرى او مثلا جهه تساعد. ما في. انت اذا كان انا اسس جمعيه وجهه كيف تدعمني؟ ما في. والشعب اللي منقدم لي الخير كله زول واقف معي؟ ما في. الهدف من الجمعيه شنو؟ والله باعتبار الشباب حاليا هم في مثلا في اشكاليه، نحن نريد ان نوعي الشباب وأن نخدم الشباب. الشباب هم صواعد المستقبل. وهم الركيزة الأساسية للدولة. تمام. لذا إذا كان أنا قعدت ما بخدموني، أنا دائما أنطاني دائما أنطاني، يمكن ما نخدم، ما نقدم أي شيء للمجتمع. لكن كشاب التاريخ لا يسمح، لازم نقدم شيء للمجتمع وبالأخص الشباب. الشباب بعضهم يشربوا الترامول، بعضهم لا يدرسون، بعضهم إحنا قمنا لهم بتقريبا من أدوات، قمنا لهم بشغلنا مثلا بالرياضة. عملنا لهم مثلا الدائرة العاشرة والدائرة الأولى، الدائرة الثانية والدائرة الثالثة. قمنا لهم بمثلا فريق رياضي. عملنا لهم مثلا مسابقات مثلا في القرآن الكريم، مثلا في الحديث، مثلا في الشعر، مثلا في كلام جميل. دي كلها عملتوها ده من اجل كونه لابد ان تزرع في الشباب، في الشباب كده روح التعليم، روح التعليم، روح التعايش السلمي، روح الوطنيه، يكون شاب مثقف، يكون هم الشباب هم صاعد المستقبل. لذا فكرنا ان نصنع الشباب وان نكون لديهم قدرات علميه. أعزائي المشاهدين، أن إحنا بالفعل أحياناً منصادف جمعيات بتطلع في التلفزيون، واحد بيقول لك أن إحنا اتحاد يضم الجمعيات، أم باكر في منظمة بتطلع بتقول منظمة تضم المنظمات، بعد بكرة بطلع لنا الفيدرالية بتضم الأشياء دي أحياناً بتعمل لغط يعني ما مفهومة. عشان 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 ده الأستاذ أحمد، إحنا برضك لما بنسألك من الأشياء دي عشان عايزين لابد أن نحرر محل اللي بيعمل لنا لغط ده، أو الأشياء الما مفهومة دي لابد نفهمها، ولابد المواطن أيضاً يفهم الجمعيات دي، والجمعية دي بتعمل شنو. ده الهدف الأساسي من الأسئلة اللي إحنا بنوجهها لحضرتك. بالنسبة لمؤسسة القلب الكبير والطلبات، الطلبات الحمد لله انت بتقول لي لغاية دلوقتي الطلبات ماشي كويسة وأنا متابعها ومتابع معهم. هو طلبات شيخ الأزهر دي بس ولا عندكم مؤسسات تانية ممكن وجودك في القاهرة ممكن يسهل كونه تربط مؤسسة القلب الكبير بالمؤسسات الموجودة في جمهورية مصر العربية كلها عشان الناس يستفيدوا منها؟ هل في جهات تانية ممكن نستفيد منها؟ سؤال جميل جداً. صاحبة القلب الكبير يعني بتفكر كثير، ده شيء واضح. يعني بعد زيارتها للشيخ الأزهر قبلها لما كانت زارت مصر، يعني زيارتها يعني لها إيجابيات جميلة جدا. من ضمن هذه الإيجابيات صاحبة القلب الكبير لما تكلمت في هذا المؤتمر الذي سيدات الأول، كانت كلمتها كانت يعني تصب في مصلحة أفريقيا، تصب في مصلحة الفقراء، اليتامى، المساكين، التفكير فيهم. دي كانت يعني جيدة جدا من امتيازات الزيارة بتاعتها. كذلك صاحبة القلب الكبير لما زارت مستشفى 57 عملت معهم اتفاقية بأن كل سنة يأخذ مننا 11 طفل في مستشفى السرطان. مستشفى السرطان 57 هذا مستشفى كبير جدا. هو يعني الواحد في الشرق الاوسط كله. فلذلك هذه الزياره كانت يعني مفيده جدا. كذلك من امتيازات زياره صاحبه القلب الكبير هند ديبيت نو استقبالها لطلابنا في مصر. فهي دي اهم الاساسيات. انها زارت قابلت الاتحاد العام للطلاب تشاد في مصر وتحدثت معهم وشرحوا لها ما يهمهم هم كابنائها، ابناء الوطن. كذلك رفعت هذه الرساله الى الدوله، حتى بدت ثناياها يعني رئيس الجمهوريه امر بدراسه كيف ماذا يحصل لهم، وبعث لهم الوزير الدكتور حسين مسار وقعد معهم وقعد مع بعض الوزارات. فلذلك يعني كانت زياره مفيده. انا اقول لك يعني في حسب تقديراتي
80% زيارتها لمصر كانت في حلول 80% لطلاب تشاد. بعد ما رئيس الجمهورية ذاته وصى وأمر ووجه المسؤولين كذلك في السفارة، سماء الجهات المصرية قاعد مع الرئيس السيسي ومع بعض المؤسسات، فكانت الزيارة بسبب هذه الزيارة كان يعني استفاد الطلاب التشاديين من هذه الزيارة. تمام. الزيارة خلي نكفي البابا، انت بصفتك حاليا ممثلها، مثلا ممثل مؤسسة القلب الكبير، هدفك شنو في المستقبل ممكن تستفيد منه المؤسسة او يستفيد منه تشادي؟ انت قاعد في جمهورية مصر، ومصر طبعا معروفة اكبر دولة في الشرق الاوسط من ناحية الاطباء، من ناحية الدكاترة التعليم، من ناحية كل الخيرات فيها موجودة، شنو اللي نستفيد من وجودك في مصر؟ ان شاء الله في وجودنا في مصر نحن انت عارف كما قال اخونا الان هو تكلم في المجتمع المدني في الدولة، ولكن انا بتكلم في المجال الانساني، مجالي كل مجال انساني، ما دمت انا كفرد موجود في بلد فيها الخير بقدم ما استطيع للشعب التشادي وعبر هذه المؤسسات الكبرى. فلذلك في المستقبل ان شاء الله نحن بنفكر في نعمل ملتقى. الملتقى ده اسمه الملتقى الانساني بخصوص زياره سيده البلاد الاولى لجمهوريه مصر العربيه. فالفكره منه كله نحن يعني بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، ومع نحن هنوفر مكان نجلس فيه ونستدعي المؤسسات الكبرى، منها مؤسسه مصر الخيريه ومؤسسه الجمعيه الشرعيه ومؤسسات كبرى كبيره موجوده هي نفسها تدعم وتساهم في دوله تشاد، خصوصا في المجال الانساني، من الطب، من مساعده الضعفاء والمساكين، من حفر الآبار، بناء المساجد، يعني التوعية، الدورات في المجال ده. فلذلك لكن ثمار هذا المؤتمر وكان يكون بحضور أعضاء المؤسسة إلى من مصر هنا يكون موجودين في هذا الملتقى، فمنا نحن نشرح لهم نحن مؤسسة القلب الكبير ماذا قدمت في دولة تشاد للفقراء، للمساكين، في مجال الطب، في مجال كذا كذا، خلال هي ما بدأت في عامها الواحد بس. لذلك هم بعد ما يشوفون هذا الفعل وهذا الخير وهذا الأمانة اللي وصلت لأصحابها، فهم بيحللوا بنفسهم، هم نفسهم يجوا البلد يقدموا عبر مؤسسة القلب الكبير يعني في مجال الطب، في جميع المجالات اللي نحن نحتاجها. فدي ممكن في المستقبل نحن نعمل هذه، ثم كذلك يعني نحن لا تلم لنا عين ما دام الشعب التشادي هو محتاج لخدمات، والخدمات يعني في مؤسسات وفي جمعيات كثيره موجوده مؤسسه في البلد، ولكن انا بحكم التعامل وحكم الشيء الواضح ان احنا بنشوفه حاليا قوافل في جميع انحاء تشاد، فلذلك نحن لازم لا تنمنا العين الا ونحن في خدمه الشعب التشادي. من خلال ذلك يعني حتى ارجع قليلا احس الشعب التشادي داخل انت لما تجي تلقى انت مثلا انت ما عندك شغله او ما عندك فكره مدى تقدر تنفذها، ووجدت اليه للتنفيذ مثل مؤسسه القلب الكبير، فنريد ان نتف حولها كرجال اعمال. مثلا نحن عندنا الان محافظات، الان نحن مثلا متجهين الى محافظه بلتن، فأنا عايز كشكل توعية لرجال الأعمال، سيدات وسادة وسيدات جميعا، واللي موجودين في المؤسسة يفرحون بهذا ويحتفوا حولها ويقوموا معهم ماديا ومعنويا بيش تنجح القافلة ويستفيد منها كثير من الناس. يعني هو رسالتك مفهومة، انت رسالتك دايرة تقول لجميع رجال الأعمال في تشاد وجميع الناس اللي عندهم قرص في تشاد فليلتفوا حول مؤسسة القلب الكبير ويقدموا دعمهم عشان المؤسسة تؤدي عملها والناس يستفيدوا منها أكثر. كلام جميل، كلام جميل. أستاذ أحمد، الكلام اللي أنت قلته كونوا اتحادكم نفذ بعض الأهداف كلام جميل، لكن شنو اللي بيسووا في المستقبل؟ شنو الأسر دايرين كيف في المستقبل كيف اتحادكم ممكن يقوم به وينفع به المواطنين التشاديين؟ الخطة المستقبلية تكثيف الجهود والعمل من أجل برامج ثقافية واجتماعية وإنسانية للشباب، والاهتمام بدور المرأة في المجتمع، وفتح فروع للاتحاد في المناطق والأقاليم. هذه في المستقبل. تمام. وبالنسبة لفروع فتح فروع في الأقاليم، ده كلام ده محتاج منكم جهد كبير جدا. هل أنتوا حاليا ده مستعدين كونوا تفتحوا أفرع في الأقاليم، ولا إذا كان وطاتكم شيء تيسرت كلام بقول شيء إتكو بقد ليني؟ والله حقيقة الوقت الراهن في عزمة اقتصادية، حتى نحن ما عندنا دخل كذا حد نفتح به، لكن مستقبليا إن شاء الله يمكن ربي يجيب الأمور بيسيرها كده يمكن نعمله. عندنا حاليا بعض المكاتب
الناس جاهزون، المكاتب جاهزة، نحن من هنا يمكن تشيل سيارة، تشيل فريق إعلامي، تشيل معك أشخاص، ويمكن نتكلم معهم ماديا إذا ما قدرنا تحركنا. لكن كل الأقاليم فرحانة وعندنا الفروع موجودة، لكن ما زال ما بدينا العمل. تمام. بالنسبة لكم أنتم رؤساء الاتحادات والجمعيات المدنية في تشاد، كل يوم بنشوف في تلفزيون تشاد بيطلع علينا واحد بيتكلم كونه بيدعم كده، وواحد بيطلع باكر كان بيجي بتتكلموا كثير بالنسبة للبوانج بريس أو كمان بالنسبة للمؤتمرات الصحفية، النقاط الصحفية. أنا حذرين الحديث الصحفي ده، بدل ما كل يوم واحد يطلع يحدث حديث صحفي وذاك مباكر طلع وبعد مباكر طلع، دمت الناس ذاتها دماغها يميل منها. ليه ما تعملوا شراكة كونه تسوي لنا اكتيفيتي أو نشاط كي كونه الشباب يستفيدوا منه أحسن من 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 الظهور كل شوية الناس بتظهر في التلفزيون؟ هل فكرتوا في الكلام ده؟ طيب جزاك الله خير. نعم فكرنا وعملنا عدة ندوات، لكن مثلا الندوات نعملوا مثلا في جامعة فيصل أو في بعض الجوامع نعملوا كتدريب للشباب مثلا يمكن بحضور التلفزيون أو حتى بحضور التلفزيون. حاليا عندنا مثلا أكثر من 340 شاب دربناهم. تمام. لكن مثلا حدين ممكن بحضور التلفزيون يمكن لظروف ما يمكن ما نجيب التلفزيون نعملوها كندوات. حتى في أسماء مثلا في أبشة كمثلا في أكثر الأقاليم في البادية عملنا لهم تدريب، عملنا لهم كخلوات كمدارس نموذجية. وبالتالي حتى الفونج بريس احنا دائما بالنسبة للفونج بريس دائما نكون مع مثلا الحدث بالحدث مثلا كمظاهرات كمثلا كعمل تخريب كمثلا حاجة، لذا نقوم بالفونج بريس ونوعي الشباب ونوعي المجتمع كله. تمام. بالنسبة لي كنت في الاتحاد، أنا داير توريني علاقتكم مع الجمعيات الثانية عشان نعرف التنسيق بين جمعيات المجتمع المدني في تشاد ماشي كيف. علاقة تعاون وتكاتف والقيام بأعمال منسقة مسبقا، لأن كل أعمالنا تصب في مصلحة واحدة. هذه علاقتنا. تمام جميل. شيخ هارون خلينا نطلع من مؤسسة القلب الكبير أنت بتمثله ونمشي للجانب الثاني. حاليا ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنت ممثل المجلس الأعلى ده ما اليوم وما أمس، ده طول بتمثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأنا في بداية الحديث في المقدمة ذكرت كونه أنت من أينوك ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، قم بأعمال كثيرة جدا. ممكن تعدد لنا ما أهم الأشياء اللي ممكن أنجزتها والأشياء اللي ممكن الآن في صدد تنفيذها عشان يستفيد منها التشادي؟ سألت عن عظيم. يعني قبل أن ندخل في المجلس على الشؤون الإسلامية نترحم على قائد سفينتنا فقيد الأمة التشادية الأستاذ الدكتور حسين حسن أبو بكر معلمنا، كان يعني لو الرجل فيه خصال لا يعرفها إلا من عايشه، فشيء مهم جدا لا ننسى الجميل أبدا. كانت بداية لقائي معه لا أعرفه شخصيا، إنما وجدني وأنا في مصر في نفس الأزهر الشريف مع لجنة تنظيم مؤتمر، فجئت وسلمت عليه، وكان هو مع مفتي الديار المصرية التشادية عفوا دكتور الشيخ أحمد النور. فبعد تعاملنا في مشكلة وحاجات عملتها بسيطة، فاكتشفني قال ابني أنا عايزك تساعدنا في المجلس. هكذا جاءت. هكذا هو اللي كان اكتشفه، هو الذي اكتشفني، شاف تحركاتي وثقة المصريين الشعب المصري فيها والآخرين، وسأل في جهاد ما عنديش أي مشكلة مع أي حد، وسأل حتى الناس السفاء أنا ما أمرنا تمام يعني ماشي كويس، وقال لي ساعدني ابني في العمل. قلت لي ماشي ما في مشكلة. فبدأت متابعة، ثم شاف العمل عجبه وفيه إنتاج، فكتب لي رسالة من هنا وقدمها لوزارة الخارجية، فكنت مفوضا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فهذا الرجل نحن اولا يعني نترحم عليه، وكذلك نرفع يعني هذا العزاء وهذا الرحمه لرئيس الجمهوريه لان صاحبه في الطريق، وكذلك لاسره الفقيد، وكذلك لاعضاء المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه قبل ان ادخل فيما قمنا به في المجلس. تمام. اول شيء انا عملته في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه هو حتى ولو شيء بسيط ولكنه كثير. أولاً عرفت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للشعب المصري، لأن لدينا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أنت عارف المجلس هناك عندهم مؤسسات كبرى زي الأزهر، دار الإفتاء المصرية، وزارة الأوقاف، ولكن تحت وزارة الأوقاف في مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خاص. ولكن نحن ليس لدينا هذه المؤسسات، إنما لدينا المؤسسة الكبرى هو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية باعتبارها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للمسلمين.
كذلك هذا الرجل يعني علمنا، يعني انا يعني من الحاجات اللي انا قمت بها هناك بعد تعريف المجلس، قمت بالتنسيق، عرفت المجلس وكل الجهات ان في مجلس وكذا، ثم قمت بالتنسيق للمجلس للمؤتمرات الدوليه. ما من مؤتمر دولي والا ونحن عالم تشاد يرفرف فيه يمثل تشاديين. ولكن الاحلى من ذلك كانت كلمتنا معروفه، كل وفودنا تاتي ويطلب مننا كيف عملتم التعايش السلمي. سبحان الله، كل حتى رجال الازهار وغير الازهار والجهات اللي بتجي مسلمين وغير مسلمين فيسالون فضيله الامام والوفد التشادي سواء المفتي سواء هو، كيف توصلتم الى هذا الحل، جعلتوا في تعايش سلمي بين المسلمين سبحان الله شيء غالبا نحن نستفيد، نريد ان نستفيد من هذا. دي من الحاجات اللي عملت. ثم قمت بتدريب الائمه، انت لازم لما تقوم تعمل بالترتيب في الكوادر، قمت بتدريب الائمه وحسب من حسن الحظ قمت بتدريب الائمه او ب ب ب ب ب ب قمت بالتنسيق مع الازهر لتدريب الائمه. تمام، هكذا خانني التعبير، باننا انا قمت بالتنسيق مع الازهر وقمت بتدريب الائمه التشاديين. انا بجيب الموافقه من شيخ الازهر لـ20 اماما مدفوعين التذاكر والترتيبات وكل شيء، ثم ابعت هذه الموافقه لـ20 واقول للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه اختاروا ما تشاؤونه ان يمثل تشاد. فالحمد لله نحن الان في الان حاليا انا امس جيت وجيت ب بالعشرة بالموافقه لا جيت بالتذاكر خلال يوم 18 وفدنا هوصل لتشاد. لذلك يعني ان التشاديين الائمه اللي بينشوا كان بمصر تشاد، نحن لما يكون في التدريب ده ما بدربوا تشاد لوحده، قريب 20 دوله اوروبا امريكا افريقيا، فبطلعوا التشاديين الرقم الواحد. شوف القريبه في التزامهم في الدين، في التزامهم في المحاضرات، في التزامهم في اي شيء، تمثيلهم شكلهم بيمثلوا ان تشاد موجوده في العالم. فلذلك انا فرحان جدا اول ما اقوم بحاجات زي دي، انا بحس انا متطوع، انت عارف متطوع ليس موظفا ولا تتبناني اي جهه، ولكن اي حد بداير يقدم للشعب التشادي تليفوني مفتوح. تمام، ما فيش حاجه بتقيدني. تمام، انت بتقول من يوم عينوك لغايه دلوقتي، والكلام ده انا لاحظت طبعا، انا موجود طبعا، انا درست في القاهره وشوف من ان احنا قاعدين في القاهره 6 سنة احنا ما شفنا اي امام تشادي ودوه يتدرب، لكن من عينوك لليوم بنشوف عشرات التشاديين بيمشوا بيتدربوا. ده فضل ويجب ان نشيد بهذا الكلام ونجب ان نشكرك. لكن الائمه اللي بيمشوا الائمه اللي بودوهم بيدربوهم التشاديين اللي بيختارون بودوهم للتدريب، هل يمكن ان ترسل الاسماء مسبقا والازهريين يختاروا من تلك الاسماء، ولا هم الموافقه بتجي على طول؟ هي الموافقه تعتبرها موافقه شخصيه، موافقه يعني موثوق فيها. انا فقط بدخل لشيخ الازهر، انا عندي 20 امام نريد ان ادربهم. كل الدول تاتيهم الموافقه وهم بيدفعوا تذاكرهم الا التشاديين. يعني التشاديين الازهر بدفع لهم التذاكر والاكل والشراب والسكن كل شيء والتدريب كل شيء. تمام، اما الدول الثانيه فقط يدربوهم بس، هم يجوا من عندهم. فلذلك هذا ليس بس فقط مني انا كهارون، لا، هذا محبه شيخ الازهر للشعب التشادي ويريد ان يكون شفت. لذلك الان في 3 معاهد ازهريه موجوده، ثم غير ذلك يعني اعتبار المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مكانته، ثم بعد ذلك حتى تتم انني لي علاقه شخصيه بالشيخ، بقدر بكمل حاجات كثيره لا يستطيع غيري ان يكملها. فلذلك هي يعني بتجي بشكل لا تتخيله. نعم، فتجي اول تجي الموافقه وانا ببعث لهم يا جماعه عندي موافقه 20 امام اختاروا. انا لا اعرف الائمه اللي بيجوا، هم بيختاروهم فلان بصفه، هم الشيخ صالح محمد رمضان هو رجل هو مختص بهذا الموضوع، فبيختار ائمه يعني امتيازات يعني في مستوى عالي. انا فخور بهم، بستقبلهم من المطار، السفير بيجي بزورهم، نقعد معاهم الجهات الرسميه، فشيء جميل جدا. وغير ذلك نحن انت على ما فكر يعني ذكرنا قلنا نحن كنا قبل ذلك قمت بتزويد المدارس قول المعاهد الازهريه بالكتب. ما كان تاتي يعني حتى كتب كلها جبتوها، كتب 400 كرتونه 400 كرتونه 400 كرتونه ده يعني مقرر لكل طالب. كانت قبل ذلك تاتي 15 كرتونه تاتي تعطي للمعلمين ويدرسوا منها. فدخلت لشيخ الازهر قلت له كيف انا عندي 3000 طالب واخذ يعني 14 كرتون 10 كرتونه 15 كرتونه. وافق شيخ الازهر وجاءت الكتب والحمد لله في المكان موجود حالا. كذلك من خلال هذا قمت بحفر ابار 30 بير
حفرتوها من كبير وصغير للشعب التشادي واستفاد منها الجميع. لذلك الخطه الان الجديده اللي نحن دايرين نقوم فيها الخطه خلينا نجي للخطه. تمام. خلينا سهلنا نكمل الحديث ونرجع للخطه. استاذ احمد بالنسبه لي ان احنا دائما بنتكلم عن جمعيات المجتمع المدني، انا في برنامج قضيه للحوار انا اتكلم قبل ذلك ايضا في حلقات سابقه، في حلقات فاتت انا اتكلم انا بنتكلم عن المشاكل اللي بعاني منها الشعب التشادي، المشاكل دي بنتكلم عنها وبنتكلم بكل شفافيه وكل وضوح، يعني انا ما عندنا حاجه لبدوها في برنامج قضيه للحوار. جمعيات المجتمع المدني اليوم موجوده في تشاد، لو قارناها بجمعيات المجتمع المدني الموجوده في دول العالم هي قليله ما كثيره شويه، لكن الامل اللي بتقدمه للشعب التشادي كثير من الجمعيات ما بتقدم امل ملموس، ما بتقدم امل مهم، يعني الظهور في التلفزيونات وتقديم اقصد حديث صحفي ولا بوينت دي بريز ويا جماعه ما تكثروا ويا جماعه ما تسووا ده ما معروف ده 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 اي انسان ما برضى بالتكسير، لكن الاهداف الاساسيه، الاهداف المهمه، الاهداف مثل الكلام الشيخ هارون ذكره قدموا خدمات كثيره جدا بالنسبه للشعب التشادي، احنا دايرين نعرف شنو اهدافكم المستقبليه والاهداف اللي انتم شايفين اهداف مهمه جدا في المستقبل ممكن تعاونوا بها الشباب التشادي، تعاونوا بها الانسان الضعيف، تعاونوا بها الانسان المسكين اللي واقع في الشارع، شنو وانا نعرف طبعا الجمعيات ما عندها قدره بالسي الا اذا كان دعموها، لكن شنو فكركم اللي عندكم موجود ممكن تقدموه للشعب او كمان الخطط العريضه الموجوده عندكم اذا كان لقيتوا مساعده ممكن تنفذوها للشعب التشادي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الناس بصراحه جمعيات لديها خطط وبرامج، اما ماديا ليس لدينا يد العون. صحيح. وبالتالي حاليا عندنا ممكن اماكن للزراعه، وتشاد هي دوله معروفه بثرواتها وبارضها الخصبه للزراعه. حاليا احنا عندنا مثلا بعض الاشخاص في كندل وفي كومبليله يمكن عندنا بعض الاشخاص نعطوهم مثلا حاجه رمزيه، يكون اربع خمس اشخاص متطوعين يعملوا رز، واشخاص يعملوا مثلا في الزراعه في الذرة الشامي للاسر الفقيره. وبالتالي مثلا في ابشه حاليا قمنا بالتنسيق مع منظمه إيهاش التركيه بصهريج كبير. تمام. لمدينه ابشه. تمام. كان ابشه مدينتنا هي قمنا فيها وترعرعنا فيها، حاليا بالتنسيق مع شركة إيهاش التركية منظمة تركيا قمنا بحفر تقريبا صهريج ما يعادل 25 برميل في أبشة. حاليا مدينة لكن مازال ما انتهى وجزا الله الأخوان. 25 برميل ده لحارة واحدة ولا لبشة كلها؟ لحارة واحدة مثلا. طبعا أبشة هي ولا أقول فريق ثلاثة بتكون من ثلاثة أربعة بيت كده. لا في مدينة أبشة بالضبط، لكن مثلا لحارة، حارة كمية دائما تعاني مثلا في الماء. كبدايه مشينا عملنا الحجر الاساسي وخطيناه وتقريبا ننفذه عن قريب ان شاء الله. الصهيج ما بتنفذوه مع شركه شنو؟ ولا مع جمعيه؟ لا مع شركه، لا منظمه إيهاش التركيه. تقريبا شهرين كان مع بالتنسيق مع إيهاش التركيه مشينا الى مدينه فضاء والى تقريبا بهاي والى مهم بوركينا دي تي بي ستي. قمنا مثلا بانشاء مدرسه نموذجيه في الباديه، وقمنا بتقريبا حفر ابار، وقمنا بعده اشياء. وبالتالي حتى مشينا في حي يسموه اوتو اللي هي مسكن اخ المدير العام طاهر ارضه. ذهبوا اليه الاخوان الاتراك اللي في المنطقه وشافوا المنطقه وتراوا حولهم، ويمكن ينفذ لهم مثلا صهريج كبير للماء وينفذ لهم مدرسه نموذجيه في ذاك المكان. تقريبا حتى هم في مثلا قاموا من جمعين الى ان وصلوا هناك شافوا تشات والاوضاع التي نعاني منها، قالوا مثلا يعملوا في حجر كمدرسه نموذجيه لكن ما زال ما عملوها مثلا في ابشه ومثلا حتى في الشمال، قالوا بالاخص مثلا في مثلا ننفذ في جمعين مثلا ابار مثلا في جمعين ب 100,000 دولار. اما في ابشه اما في تكلف تكلف. تمام. مش زاروا الارض شافوها، وحاليا يمكن يجوا بعد شهر شهرين يعملوا لنا كل الخطط دي. تمام. مشكورين يا جماعه. ان احنا في 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 تشات هنا للاسف الشديد ما مثل الدول الثانيه، الدول الثانيه رجال الاعمال والناس اللي عندهم قروض والناس التجار بيدعموا جمعيات المجتمع المدني عشان تقدم الامل الخير. هسه الكلام اللي قال الشيخ هارون في بعض من المصريين بيدوا قروش كونه امشوا انكو تبيار،
بيدوا قروش للجمعيات دي امشوا قدموا صدقه للمساكين، لكن الكلام ده انا احنا في تشاد ما عندنا للاسف الشديد، كان قاعد كله بصوره نادره، يعني رجال الاعمال كثير منهم بخيلين ما بدوا قروش، الناس اللي عندهم قروش كاربين قروشهم، وانا احنا من هذا المنطلق نشكر الشباب دول، الشباب الجمعيات دول شباب صراحه شباب مجتهدين، شباب قدموا على حسب جهودهم وعلى حسب نفقتهم وعلى حسب ما عندهم، كلام يقول العين بصيره واليد قصيره، الانسان قدر اللي عندك بتجود به، الما عندك ما تقدر تجود به، فالشباب دول الامل اللي بيقوم به كثير من الناس بيشوفوا جمعيات المجتمع المدني في تشاد وفي الناس بتستهزأ، لكن الشباب دول يجب ان نشكرهم على الامل اللي بيقوموا به وعلى الامل الخير اللي بيقدموه للمجتمع التشادي على حسب نيتهم وعلى حسب اللي عندهم. استاذ الشيخ هارون، بالنسبه لنا احنا خلاص الوقت تقريبا انتهى، ما بقي لنا الا دقائق بس، قلت عندكم خطه في المستقبل تقوموا بها، شنو الخطه اللي عندك لها كمستشار او كما ممثل في القاهره؟ والله انا خطتي هي مصلحه الشعب التشادي، مصلحه مهما حل الشعب التشادي نحن معه، وانادي من هذا المنبر وأتشرف بأني اليوم يعني ممثلا للجهة الرسمية للمسلمين في دولة تشاد، يعني المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وممثلا لمؤسسة القلب الكبير وهي أعظم مؤسسة موجودة حاليا، فهذا شرف كبير جدا، مسؤولية، فأنا أقوم كل الناس ساعدتهم، الناس القلب الكبير عبر القوافل الطبية والحاجات الإنسانية وعبر المجلس كان دوراتنا وتدريباتنا والأمور هي ماشية، فلذلك يعني أنا يعني هي مشكلة الماء هنا دي، أنا أهم ما شيء عندي، عندي مريض وعندي العطشان، المريض والعطشان دول بسيطين، فكرة بسيطة بس لو الدولة استخدمتها هتلاقي نفسك كنت حليت المشكلة دي. اليوم نحن في القرن 21 ده يجب علينا كل واحد يشرب ماء صالح ضروري، ولكن انا اظن الحكومه هي ما قصرت، بتسوي مشاريع سمعنا بها، بيقولوا في يعملوا مشاريع كذا وقعوها واتفاقيات، ولكن ما في تنفيذ. لذلك انا شايف يعني لو اقتراع للحكومه، لو هي خطط ابسط المبلغ من المبالغ وخطط في ايدي امينه وخبرات لاسقاء الشعب التشادي الماء لما عطش تشادي. خلينا في جمعية في حقك انت. تمام، حقي انا ان شاء الله الايام القادمه، دلوقتي انا بعمل دراسه حاليا، ما في زيارات ما ميدانيه للمعاهد للمدارس العربيه وللمجتمعات وللمستشفيات وللخلاوه القران، كل ما استطيع فعله اخذ يعني طلبات معينه وامشي ادرس فيها وابحث. انا فاعل خير، وانا اصلا يعني وسيط للخير، بوصل شعارنا هو اتصل بنا للخير نوصلك، دي شيء يعني سهل جدا، اتصل بنا للخير نوصلك، هذا شعارنا وارقامنا معروفه. تمام، كلام جميل. فنحن ناخذ هذه الدراسه ونذهب بها الى مصر ونحطها في المكشوف. اخي الفاضل، دار فعل الخير، الناس محتاجه في قريه فلانيه بير، القريه الفلانيه خلوه، القريه الفلانيه كذا. كمان في بشرى اخرى انا ابشر بها شعبنا التشادي وخصوصا المحتاجين منهم، انا نحن مستعدون عبر المجلس، عبر مؤسسة القلب الكبير، عبر الأزهر الشريف، أي محتاج عايز يعمل عملية صعبة ما بيقدر يوصل للقاهرة كإنسان مريض، مريض بس ومحتاج معروف، يعني دي رسالة. أيوة، دي رسالة يا جماعة من ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر وممثل القلب الكبير، بقول أي إنسان تشادي عند مرض لا قدر الله، يعني الناس المرضانين، يعني الناس المرضانين، أي إنسان مرضان ومرض صعب خليه يوصل القاهره ويتصل به وبوصله للجهاد وللمستشفيات اللي بتعالجه. كذلك للطالب التشادي اللي هو خصوصا خريجي الازهر الشريف. هناك الباب مفتوح لهم في الازهر. بالنسبه للمنحه شيء بسيط، هي شيء الرموز. انت لو وصل هناك تلاقي نفسك تسجل وتقرا وتحل امورك، ونحن بنجيب بجانبك. تمام. سواء من المنح، سواء كذا، سواء كذا. نمشي بسرعه عشان عشان شفت هذه من الحاجات اللي هي نحن متاحه عندنا، ما حتى دي بقول لك اكثر شيء في العيون لما يكون عميان ومحتاج، ما اي حد يعني مثلا يعني شعب التشادي في ناس مستطيعين، لما هو مستطيع يجي ما يسال عن الموضوع، اكيد هو محتاج من هنا وزكي عن جهه من الجهات زكوا لنا، فنحن نحاول نساعده بقدر الامكان ونعمل له ما يريده. تمام. كذلك بالنسبه لمؤسسه القلب الكبير كما قلت لك نحن نفكر مع بعض ونعمل هذا الملتقى، وكذلك نفتح مجال. اي ملتقى؟ هذا الملتقى، الملتقى بخصوص الملتقى الانساني هذا، انا ساعي عنه
نحن نريد أن نقعد مع رجال الخير. يعني بدور تسوي ملتقى إنساني. بخصوص زيارة سيدة البلاد الأولى إلى دولة تشاد إلى دولة مصر. فذلك ده بيفتح لنا آفاق تانية، بنعرفه أماكن تانية، بنعرفه ناس تانيين، في ناس ذات نفسهم دارين يقدموا الخير وهم ذات يستفيدوا أجراً أجر أول، ثم يكونوا شركاء معنا في جميع الأعمال بيش هم يستفيدوا ونفيدوا معهم. كلام جميل. كلام جميل. أستاذ أحمد خلاص الوقت انتهى، عندك كلمة توجهها للشباب التشادي، جمعيات المجتمع المدني، أي حاجة؟ يدعو اتحاد الجمعيات الوطنية كل الشباب الوطن الحبيب إلى عدم الانصياع والاستماع إلى الدعوات التي ينادي بها قلة قليلة من المخربين والمحرضين من أبناء تشاد، والذين لا يقدرون لا يقدرون نعمة الأمن والاستقرار التي ننعم بها دولتنا تشاد. يدعوهم إلى نبذة النعراة الطائفية والعرقية والقبلية الضيقة وتقديم مصلحة الوطن تمام. على كل شيء، والتزام الهدوء وعدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة. تمام. الكلمة الأخيرة، إذا أنا شايفك عندك كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة، يعني أنا كما أقول لكم، نحن عبر المجلس على الشؤون الإسلامية أبوابنا مفتوحة، وعبر مؤسسة القلب الكبير كما أوصل هذه الرسالة لصاحبة القلب الكبير أمة الشاديين السيدة هند ديبي اتنو، نحن على الدرب نسير، ونرسل رسالة حتى لو في قبره للإمام حسن حسين، نحن على دربك نسير لخدمة الأمة في مجال الإنساني ودعم للتعايش السلمي داخل البلاد. تمام. ولذلك وكذلك حفز الشباب وخصوصا في الخارج، أنا أتكلم كثير عن الخارج عشان عملي في الخارج وعمل تطوعي وإنساني، لذلك أحبز كل شبابنا في أنحاء العالم، خليه يفكروا، يعني أخواننا هنا مسدوا فراغ كبير بتاع الجمعيات المجتمع المدني، ولكن خلينا نحن نقوم بواجبنا. تمام. نقوم معاهم ونخلي بلدنا تكون زيها وزي كل البلدان. تمام. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والتي ناقشنا فيها كل الأعمال التطوعية التي يقوم بها الشباب التشادي وخصوصا الشابان اللذان معي في داخل الاستوديو، ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكذلك ممثل مؤسسة القلب الكبير بجمهورية مصر العربية الشيخ هارون جنية أبو تيس. نشكرك لحضورك معنا. شكرا. كما نشكر الأستاذ أحمد بشير أحمد رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن. شكرا أستاذ أحمد. أشكركم أيها السادة المشاهدون، سنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته. شكرا.